يوم آخر من أيام الوطن، يوم مجيد يشهد تخريج كوكبة من أبناء الوطن الأشاوس بعد أن أمضوا شهورا في التدريب والتأهيل الأمني بقوة الطوارئ الخاصة في جازان. يوم امتزجت فيه فرحة الخريجين بتشريف سمو أمير منطقة جازان حفل تخرجهم مع فرحة التخرج واجتياز هذه الدورات لمشاركة زملائهم العمل في ميدان العز والشرف. أنا كمواطن الحقيقة أفتخر بأن أشارك في تخريج هالكوكبة الطيبة التي أسست وشكلت برعاية سمو وزير الداخلية ولي العهد وبتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهذه الحقيقة نتيجة القيادة الحكيمة والتدريب الجاد المخلص لهالكوكبة الجديدة اللي حينضموا إلى زملائكم الخريجين في السابق واللاحق إن شاء الله. الأمن يزهو هنا اليوم ويفخر برجال عاهدوا الله ثم المليك والوطن على السمع والطاعة بعد أن أتموا تدريبهم وتأهيلهم العالي في عدد من الدورات التخصصية في مهام قوات الطوارئ الخاصة ومهارات الدفاع عن النفس وقوة التحمل ومكافحة الشغب والرماية والمداهمة والاقتحام وتخليص الرهائن والعمل بكل كفاءة واقتدار في كل المواقف والظروف. وصيتي أولا مخافة الله سبحانه وتعالى، طاعة ولاة الأمر، استشعروا عظمة القسم الذي أدوه أمام سيدي أمير منطقة جيزان وإنه لقسم عظيم، وبالتالي أتمنى إن شاء الله أن يحذوا حذو أخوانهم ممن سبقوهم في خدمة الله ثم المليك والوطن، أن يبذلوا الغالي والنفيس لأجل هذا الدين العظيم وهذا البلد العظيم وهذا الشعب العظيم. حفل تخريج الدفعة التاسعة من مركز الإعداد والتدريب بقوة الطوارئ الخاصة في جازان اشتمل بالإضافة إلى العروض الميدانية على عروض المساندة الجوية لفرق الاقتحام وتأمين المواقع من الجو وإنزال فرق الاقتحام. تأهيل كامل من إلى، من مدربين، من ضباط، من زملاء في أقسام ثانية، وما ننسى فضل المدربين علينا. شعور لا يوصف، والحمد لله على كل حال، فرحة لا توصف صراحة. شباب تسلحوا بالإيمان والتأهيل والتدريب الأمني ليخوضوا غمار مهام قوات الطوارئ الخاصة ويشاركوا زملائهم في الميدان. عبد الله الفيفي، الإخبارية، جازان.